هما غنتكلموا على هذه المشكله ملي كتطلق نص الشاشه كتبغي تطلق الروبيني ولا نص الشاشه وكيخرج الماء فيهم بجوج كتكون كادي خاصها هاد لابيل بحال هكا يعني هادي كتكون خاصها اللي كيخلي الانسان كيمشي يبدل الروبيني كومبلي المهم يكون بالطريقه اللي كيفاش دير تصلحوا هادي او تغيروها من الاحسن اذا كانت خاصها تغيرها من الاحسن الطريقه راه سهله غنحتاجو نحيدو هادي حيدو ديال الكاسه مع معلقه بغيتي تخليها معلقه خليها بغيتي تحيدها تحيدها من الاحسن إذا أحسن في هذه العملية هذه هو فاز غاز وطورو فيس ميريكان أو بلاك يكون على حسب شنو يكون عنده داخل كاين اللي كيكون عنده سيبو بغا يدير سيبو دابا بحكم أنني كندير فيديوهات للناس اللي كتكون غدار ما عندها شي ماتيريال يعني كيكون عندها شي حاجة اللي بسيطة بحال دابا فاز غاز يكون متواجد عند كلشي ممكن ولا تخدم به خاطر هذه العملية هذه راه خدمناها غير فاز غاز وطورو فيس ميريكان كنلقاو هنا عندنا فاش كنبغي ندور هذه خاصها تشحن ما كتبغيش تشحن يعني خصني نفرانيها راه عندها واحد الفيس هنايا قرب من التحت شوف من التحت راه كاين واحد الفيس خصني نفرانيه وعاد ندور هاد هاي دابا تخليها بسهولة صافي تحلت هاي تحلت من هاد من بعد كنشد بنساكاز وكنحل هادي هاد الفيس هنا قلت لكم راه فيها السيبو وعقيلة ديال السيس هذا ولا كتحل بالباز كتحل كتشدها غير بشويه تشوف انها كتكون غير بلاستيك هادي تقدر تهرس كتحل هادي هذا هو السيبو اللي خصها تكون فيها تقدر تخشيها غير بحال هكا الباز كاز ولا كرامون تحلها ولكن انا كنقول لكم بالنسبه للناس اللي كتبريكو في الدار ما عندهاش ماتيريال وكتحل هاد الفيطاج هذا هو الفوق هذا حتى هو ممكن تحلو بكرامونات او تحلو بسيروت او تحلو بالباز كاز ولكن نقول لكم هاد العمليه هادي غنحتاج فيها انا غير باز كاز وطورنوفيس يعني ما نحتاجش شي حاجه كثيره كتحيد هذا كيطلع للفوق وهذا كيبطل لتحت هذا كيكون مشى هذا كيتخسر ربما كيمشي لهاد الجوانات هادو يا اما كيمشي لهاد الجوان هذا يا اما كاين واحد الموديل فيه واحد الرسوم كيكون مشى للرسوم من الاحسن انك تمشي فاش تبغي تغيرها تدي معاك الموديل علاش كاينين ثلاثه د الموديلات فهاد الشكل هذا يعني ثلاثه د الموديلات تقدر تجيب له اللي قصير هما ثلاثه اللي متواجدين هما كاينين بزاف د الموديلات ولكن ثلاثه اللي متواجدين في السوق يكونوا متوفرين كتكون بحال هاد الشكل هذا خصك دير له غير هذه بلا ما دير البوطونه ديال الجبهه يعني هادي هاكا هذا هو الطول ديالها كاينه واحده قصيره على هادي شويه وكاينه واحده غليظه داك اللي غليظه راه باينه ولكن هادي هي المويه ديك الغليظه كتكون فيها كتكون اغلب الاحيان اللي فروكه روبين تاع فروكه كتكون اوتوماتيك انت كتلقى الشاشه ملي كتسد الماء اوتوماتيك كتهبط راسها هادو لا خصك انت تطلعها وتهبطها كتكون فيها لاكريس اسمها هي طريقه الاصلاح ديالها هي هادي كتجي تحيد هادي وتعاود تردها هنايا هادي باش كتجيب جديده وكدير هادي هنايا كتشد هذا كتردو بلاصتو راه فيه فين طاج القصير اللي فيه الجوان هو اللي كيكون الفوق هو اللي كيركب هنايا هذا كتشدو كتركبو كتزيرو كيما قلت لكم اما بالبانسا غاز او بالسيرج بين كتردو بلاصتو كتزيرو الكونتاج هو هادي راه يدي كتزلق فاش كتكون فيها شويه لاكريس كيكون عندها واحد شويه لاكريس هما باش كتكون ساهل كتعاود تزير هادي وكترد له اللعيبه ديالها كتكون فيها فيلتاج اللي كيشد هنايا كتردها بسهولة هكا شتيها ما متزيراتش دابا متزيرات النوبة الأولى خصك دير لها الطورنوفيس صافي كتكون هي بأنك تقلب هاي اللعبة هاكا نديرها هاي اللي يكون فيها غير مشكل بزاف وكتضطر أنك تبدل الروبيني كامل هذا راه كيتصلح كيما قلت لكم راه فيه ثلاث الموديلات من الأحسن أنك تدي الموديل تمشي تجيب عليه باش مثلا ما تجيبش شي واحد الغسيل تجيب شي كثر منه ويقدر ما يركبلكش حيتاش كيهمو فيهم اختلاف القرب الدخلاني ماشي هنا على برا وكاين خاص الغليظ راه كيكون معروف راه كيكون الغليظ عنده هنايا ما داك راه باين كيكون اغلبيه داك الروبين ديال الروكا بزاف نتمنى تكونوا استفدتوا ونتلاقاو ان شاء الله في المغرب السلام عليكم